يسعدني ان ينضم لي الان معالي السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه. معالي السفير اهلا بك يا فندم. مساء الخير دكتور محمد، اهلا وسهلا. يعني انا كنت بتكلم على قرار عوده سوريا مره اخرى الى المقعد، وكنت بتكلم شويه عن الانعكاسات او يعني التجليات السياسيه لهذا القرار، لكن الناس بتسأل يعني ايه الرجوع؟ يعني ايه قرار تعود مرة أخرى؟ وايه حكاية خطوة مقابل خطوة؟ وازاي هيتم تنفيذ ده على الأرض؟ يعني طبعا دعني أوضح في البداية إنه هذا القرار اليوم الخاص ب يعني استئناف مشاركة سوريا مقعدها أو استئناف تبوؤها لمقعدها في جميع الدول العربية هو يأتي كنتاج ل جهود استمرت لفترة طويلة واتصالات قامت بها الدول العربية سواء على مستوى القادة أو السادة وزراء الخارجية واجتماعات مطولة في مراحل مختلفة منذ يعني فترة اندلاع الأزمة ومنذ عام 2011 إلى الآن. طبعا نعلم جميعا أن بعد كل هذه السنوات من المعاناة للشعب السوري وعدم قدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة، والشعب السوري هو الذي يعاني من تبعات هذه الأزمة كل يوم، وأستطيع أن أقول أن عدم قدرة أو عدم استطاعة المحافل الدولية المختلفة والتجمعات المختلفة والأطر المختلفة على إيجاد حل لهذه الأزمة فرض على الدول العربية أن تتولى مقاليد القيادة في هذا الأمر وأن تسعى نحو إيجاد حل عربي لهذه الأزمة. وبالتالي التحرك الآن هدفه هو أولا استعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. هناك اجتماعات هامة عقدت في جدة. جدة وعمان. وفي عمان في الأردن. نعم. هذه الاجتماعات تم وتمخضت عن تشكيل مجموعة عمل من أربع دول، مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والعراق، وهذه المجموعة اطلعت بالتواصل مع وزير خارجية مع السفير. طيب خلونا لانه يبدو انه الخط قطع، وعلوا الصوت ده شويه يا شباب لو سمحت. يعني نحاول مره اخرى نستعيد الاتصال مع السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه، لانه الحقيقه التفاصيل وتفاصيل الدور المصري كمان تحديدا في هذا القرار النهارده امر مهم جدا، وزي ما بقول انه السعي المصري مش بس من يعني دور مصر الطبيعي، ولكن هو من شعور مصر بالمسؤولية تجاه الدول في الإقليم العربي، ودور مصر وإحساس مصر كمان بخطورة إنه دولة تتفتت أو دولة يعني تضيع. يعني على أي حال رجع لنا تاني معالي السفير، أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. أهلا دكتور محمد. فكنت بقول إنه اجتماع أولا اجتماع جدة دعت إليه المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، ونوقش فيه موضوع سوريا وكيفية التعامل مع الأزمة السورية من أبعادها المختلفة السياسية والأمنية والاجتماعية وغيرها والاقتصادية أيضا. وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل مجموعة العمل التي أشرت إليها من الأربع دول لتطلع بعملية التواصل مع الحكومة السورية والبحث في كيفية إيجاد مخرج للأزمة السورية وكيفية استعادة سوريا بشكل منضبط إلى مقعدها وإلى موقعها الطبيعي في الأسرة العربية وفي جامعة الدول العربية. ثم جاء اجتماع عمان. اجتماع عمان تناول كافة أبعاد الأزمة السورية، الشق الإنساني المرتبط باللاجئين والشق الخاص بأوضاع الشعب السوري كيف نعالجها، المناطق التي سوف يعود إليها اللاجئون السوريون، كيف يتم التعامل مع مسألة إعادة تأهيل تلك المناطق بشكل متدرج وإعادة الإعمار والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين
السوريين، ثم يضاف إلى ذلك أيضا الشق الخاص بدول الجوار، كيف تأثرت دول جوار سوريا بالأزمة السورية، سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو تجارة المخدرات أو حركة النزوح المختلفة وتأثيرها على أمن واستقرار دول الجوار، بالإضافة إلى التعامل مع مسألة القوات الأجنبية داخل سوريا والتنظيمات الإرهابية. كل هذا تم التعامل معه فيما يسمى بوثيقة عمان أو مخرجات اجتماع عمان. ثم وصلنا إلى اليوم يا فندم. نعم، هذه الوثيقة تتبنى منهج الخطوة مقابل خطوة، بمعنى أنه سوف يتم معالجة القضايا المختلفة في الأزمة السورية السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، مقابل خطوات تلتزم بها الحكومة السورية لإيجاد حلول لهذه الأزمة. يعني على سبيل المثال نجد قضايا الإرهاب، أو مثلا مسألة تأثير الأزمة السورية على دول جوار سوريا، الأمن، التحركات التنظيمات الإرهابية، تجارة المخدرات على سبيل المثال. سوف يتم تشكيل لجان من دول جوار سوريا كما أشار مخرجات اجتماع عمان، تتعامل مع الحكومة السورية لإيجاد حلول لهذه المسائل وإيجاد ترتيبات لهذه المسائل. فهي خطوات بتلتزم بها الحكومة السورية مقابل خطوات للتطبيع وتطوير العلاقة مع سوريا. ونقطة البداية هي أن وزير خارجية سوريا كان موجودا ومشاركا في اجتماع عمان ووافق على هذه الوثيقة، وبالتالي هذا هو أول التزام، وهذا هو أول خطوة إيجابية هامة طلعت بها سوريا بكونها وافقت على هذه الوثيقة بشكل متكامل. ومقابل هذا كان القرار بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. قرار اليوم بيؤكد على هذا الاقتراب الشامل للتعامل مع الأزمة السورية، بيؤكد على الدور العربي في التعامل مع الأزمة السورية من كافة جوانبها، وبيشكل مرة أخرى مجموعة اتصال عربية، وهي النواة التي تحركت مع هذه الأزمة منذ الاجتماعات السابقة. الدول الأربع على الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر مع الأمين العام للجامعة. نعم. دي لجنة الاتصال تتابع تنفيذ بيان عمان الذي أشرت إليه، المرتبط بفكرة خطوة مقابل خطوة، والذي يتأسس بطبيعة الحال على قرار مجلس الأمن 2254 وعلى الإطار العام للاقتراب الخاص بخطوة مقابل خطوة. سوف يتابع هذه، أو سوف تتابع لجنة الاتصال العربية هذه مع الحكومة السورية، تنفيذ الإجراءات لإيجاد معالجة شاملة للأزمة السورية. ولكن هذا لا يرتبط بمسألة عودة سوريا. عودة سوريا حسمت إلى جامعة الدول العربية بالقرار الذي صدر اليوم، والقرار هنا أنه استئناف مشاركة وفود سوريا في كل اجتماعات الجامعة. نعم، تعود سوريا لتبوء مقعدها في جامعة الدول العربية بكافة أجهزتها، بكافة أطرها، بشكل طبيعي مثلها مثل أي دولة أخرى.